أبنائي وبنات الطلبة والطالبات، سنستأنف معكم إن شاء الله الجزء الثاني من الشابتر الأول اللي هو منحنى إمكانيات الإنتاج. ماذا نقصد بمنحنى إمكانيات الإنتاج؟ منحنى إمكانيات الإنتاج هو عبارة عن منحنى بيبين لي إمكانيات الإنتاج في أي دولة ممكنة، يبين لي حاجة اسمها البرودكشن أو الأوتبوت هي كمية السلع والخدمات المنتجة، حاجة اسمها البوسيبيليتي معناها الإمكانيات الممكنة باستخدام الموارد الفرونتير أو البوردر، الحدود اللي أنا ممكن أنتج عندها. So PPF shows the boundary، boundary الحدود اللي أنا ممكن أنتج عندها. طبعا منحنى إمكانيات الإنتاج بجاوب على هاي الأسئلة اللي حنشوفها في المنحنى، فقط اطلعوا عليها وحنجاوب عليها كلها في المنحنى. أنا بفترض في هذا المنحنى إنه أنا عندي دولة معينة بتستخدم كل مواردها المحدودة لإنتاج سلعتين فقط، هاتين السلعتين هما الكابيتال جودز، السلع الرأسمالية ولتكن الآلات، والكونسيومر جودز ولتكن الويت أو البارلي، القمح أو الشعير أو الغذاء بشكل عام. الآن إذا الدولة سخرت كل مواردها لإنتاج السلع الرأسمالية عند النقطة XM عشان تنتج هذه الكمية، معناها الدولة حتنتج صفر غذاء. إذا كان هذا خيار الدولة هو المهم، إذا كان عندها اكتفاء ذاتي. والعكس صحيح، إذا الدولة ما عندهاش اكتفاء ذاتي، عندها فقر وعندها جوع، ممكن تسخر كل مواردها لإنتاج الكمية XM من السلع الاستهلاكية. طيب في هذه الحالة لو الدولة قررت تنتج أو تسخر نص مواردها لإنتاج السلع والنص الآخر لإنتاج السلع الاستهلاكية والنص لإنتاج السلع الرأسمالية، بنلاقي إنه الدولة بتنتج واي صفر من السلع الرأسمالية ولتكن الآلات، وبتنتج اكس صفر من السلع الاستهلاكية. إذا الدولة رغبت في زيادة إنتاجها من السلع الاستهلاكية بدل اكس صفر توصل لإكس إم مثلاً لإكس واحد، هتضطر تضحي بعدد أكبر من الماكينات وتنزل في إنتاج الماكين من ماي صفر من واي صفر لواي واحد عشان تزيد إنتاجها من الغذاء من إكس صفر لإكس واحد. لاحظوا هنا يا شباب ويا صبايا إنه تكلفة الفرصة البديلة زادت، بمعنى إنه أنا عند النقطة إكس صفر اضطريت أضحي بعدد من الآلات من واي إم ناقص واي زيرو، لكن عشان أزيد إنتاجي من إكس صفر لإكس إم بمقدار واحدة واحد اضطريت أتخلى عن عدد أكبر من الآلات، وهذا ما يعرف بقانون التكلفة المتزايدة، لأنه شكل المنحنى شكل محدب إلى الخارج. ومن المنحنى اللي هو الدلتا واي على دلتا إكس اللي هو واي إم ناقص واي صفر على إكس إم أو إكس إم ناقص إكس واحد هو يساوي التكلفة الحدية، أو هنا أوضح واي المنحنى اللي هو ميل المنحنى اللي هو واي صفر ناقص واي واحد على اكس ام ناقص اكس واي بيعطيني اللي احنا بنسميها التكلفة الفرصة، تكلفة الفرصة البديلة. ولاحظوا ان هذه التكلفة متزايدة مش ثابتة، لان الميل مش خط مستقيم، بتكون الميل واحد ثابت اذا كان المنحنى خط مستقيم. طالما ان المنحنى مش خط مستقيم وشكله زي ما هو في الشكل، اذا تكلفة الفرصة البديلة متزايدة، وبالتالي من اجل انتاج وحدة اضافية من السلع الاستهلاكية يجب ان اتخلى عن عدد اكبر من السلع الرأسمالية. لاحظوا هنا النقطة A تمثل كفاءة فنية، ليش؟ لأنها بتقع على منحنى إمكانيات الإنتاج. لكن هل تمثل النقطة A كفاءة اقتصادية ولا لا؟ أنا ما بقدرش أعرف إلا إذا عرفت أهداف المجتمع. إذا كان المجتمع بده ينتج
عند مستوى واي صفر من السلع الاستهلاكية واكس صفر من آسف اكس واي صفر من السلع الرأسمالية واكس صفر من السلع الاستهلاكية، إذا النقطة تمثل كفاءة فنية واقتصادية أيضا. ليش؟ لأنها تلبي احتياجات المجتمع، تحقق احتياجات المجتمع. لاحظين أن أي نقطة على هذا المنحنى سواء كانت A أو B تمثل كفاءة فنية، لكن أي A أو A شرطة أو C، لكن أي نقطة زي البي هاي الكبيرة داخل المنحنى لا تمثل كفاءة فنية، لأنها بتعبر عن حالة فيها جزء من الموارد معطلة، سواء كان في بطالة في المجتمع أو في موارد غير مستغلة أو أي موارد أخرى معطلة. عشان إن هيك النقطة B لا تمثل أي كفاءة فنية لأنه في موارد معطلة. النقطة A أو أي نقطة على هذا المنحنى تمثل كفاءة فنية، وين ما تحركها بغض النظر عن إيش أنتجت أنا سلع استهلاكية أو سلع رأسمالية، أنا معناها إنه أنا بستغل كافة مواردي. طبعا في الواقع في الحقيقة فيش ولا مجتمع يحقق كفاءة فنية بنسبة 100%، لأنه يجب أن تكون هناك موارد معطلة. فيش مجتمع عنده نسبة البطالة صفر، فيش مجتمع بيستغل كل أراضيه، بيستغل كافة موارده وبالتالي أو كافة مدخراته، وبالتالي هنا من الصعب أن تجد مجتمع أو دولة ما تتمتع في إنتاجها بكفاءة فنية تصل إلى 100%. ماشي، النقطة سي إيش معناها؟ النقطة سي معناها أنه هذه نقطة خارج حدود إمكانياتي، الموارد المتاحة اليوم ما بتمكننيش أني أصل لهذه النقطة، لكن هذه النقطة ممكن أني أصل لها في المستقبل عن طريق زيادة موارد الإنتاجية أو الحصول على أي موارد أخرى. واضح؟ ممكن أصلها بعد 2 سنين، بعد 3، بعد 4، بعد 5، حسب الموارد المتاحة. واضح؟ أنا بس قفلت الواتس عشان ما يضلوش مزعج. طبعا لو بصير عندي انا كفاءة في زيادة في الموارد زي ما انتم شايفين، وبأصل من المنحنى هذا الى المنحنى سي، من المنحنى A الى سي، بكون عندي طبعا زيادة في انتاج السلع الرأسمالية بمقدار واي واحد ناقص واي صفر، وبتزيد السلع الاستهلاكية ايضا من اكس صفر لاكس واحد. هذا انا بعتبره النمو المتوازن، لانه انا بزيد انتاجي في كل السلع مش سلعة على حساب سلع. طيب إذا ما دام أنا في عندي قانون تكلفة الفرصة البديلة لأن مواردي محدودة، إذا أنا بدي أتوسع في إنتاج سلعة معينة يجب أن أتخلى عن إنتاج سلعة أخرى. هنا يتم توجيه السؤال المنطقي أو العقلاني في علم الاقتصاد اللي بيتكون من 3 أسئلة رئيسية. What to produce؟ ماذا أنتج؟ أنتج قمح ولا أنتج آلات؟ إذا شعبي عنده مشكلة في الاكتفاء الذاتي وفي التغذية بدي أنتج له قمح. إذا أنا وصلت لحالة الاكتفاء الذاتي وبدي أعمل نمو اقتصادي أو تنمية بدي أنتج آلات. أنتج للسوق المحلي ولا للتصدير؟ هذا بيعتمد على أهداف المجتمع اللي بيحددها الخبراء والمختصين وصناع القرار. How to produce؟ كيف أنتج؟ أنتج عن طريق استخدام العمالة المكثفة ولا الآلات؟ إذا العمالة سعرها رخيص بستخدم عمالة، إذا الآلات أرخص بستخدم آلات. زي ما في دول أوروبا وأمريكا لما بتكون العمالة غالية والآلات أرخص، ممكن عامل واحد يدير مزرعة من 1000 أو 10 آلاف أو 20 دولار لوحده، لكن باستخدام الميكنة، الحصاد آلي، الرش آلي، القطف آلي، الزراعة آلية إلى آخره. السؤال الثالث هو شو ريسيفت، لمين أنتج؟ وهنا الإجابة زي ما حكينا سابقا على هذا السؤال بتتعلق بالاقتصاد المعياري. لمين أنتج؟ للفقراء؟ للأغنياء؟ والله أنتج جزء للفقراء وجزء للأغنياء، هذا بجاوب عليه النظام الاقتصادي. وعندي أنا نوعين من
الاقتصاديات، والنوع الثالث هو الاقتصاد الإسلامي. هناخد الاقتصاد المخطط في مقابل الاقتصاد السوق، البلاند ايكونوميز فيرس الفري ماركت ايكونوميز، اقتصاد السوق في مواجهة الاقتصاد المركزي. البلاند ايكونوميز معناها الاقتصاد المخطط، ولو أجالك البلاند ايكونوميز معناها السنترال او الكوماند ايكونومي، صح، هو الاقتصاد المركزي. ليش؟ لأن التخطيط يتم عن طريق الدولة، مركز واحد، لأنه الديسيجن از وات تو بروديوس، هاو تو بروديوس، اند هو تو بروديوس فور ار ميد باي ا سنترال بادي بجفرمنت. لأن القرارات اللي بتتعلق ماذا ننتج، كيف ننتج، ولمن ننتج، اللي بقررها الدولة فقط وليس القطاع الخاص. عشان هيك احنا بنقول سنترال بلاند ايكونومي، اقتصاد مركزي، مركز واحد يصنع فيه القرار، اللي هو الحكومة المركزية. هنا يجب أن نلاحظ أنه all resources are collectively owned، كل الموارد مملوكة ملكية جماعية للدولة. The quantity of decisions to be made, data to be analyzed, and factors of production to be allocated are immense. كمية القرارات والبيانات اللي لازم أجمعها، عناصر الإنتاج اللي بدي أخصصها للإنتاج هائلة، وهذا يجعل من عملية التخطيط المركزي عملية صعبة. نيجي للفري ماركت ايكونومي، هذا ممكن يسمى البرايفت انتربرايز ايكونومي او الفري ماركت ايكونومي او الكابيتاليزم، اي اسم هو صح، نظام الرأسمالي. هنا all production is private، all production is in private hands، في أيدي الشركات، هي المسيطرة على وسائل الإنتاج مش الدولة. few cases of surplus and shortage، بعض الحالات من فائض الطلب أو نقص في باردون في نا فائض في العرض أو نقص في العرض، ولو صار هذا الفائض في العرض أو النقص في العرض بصير يعني تكيف في عجلة الإنتاج بحيث أغطي هذا العجز. يعني لو نموذج الطلب تغير، نموذج العرض حيتغير عشان يقابل هذا التغير في الطلب. is a self-righting system، نظام بيعدل نفسه من نفسه، له نظام السوق الحر. لكن في الحقيقة هل في نظام اليوم موجود أقدر أقول عنه هذا نظام رأسمالي وهذا نظام اشتراكي؟ لا. حتى في اقتصاد الصين ما بنقولش عنه اقتصاد اشتراكي، لكن بنقول اقتصاد في أغلبية اشتراكية في صنع القرارات. التخطيط مركزي، نظام الحزب الواحد، لكن في مجال كثير للشركات القطاع الخاص أنها تستثمر. اقتصاد زي اقتصاد فرنسا بقدر أقول عنه اقتصاد رأسمالي؟ لا. في كثير من أوجه السوق الحرة والاقتصاد الرأسمالي لا تتدخل الدولة في الأسعار، لكن في المقابل الدولة بتوزع أحيانا حسب الحاجة. في عندهم نظام الضمان الاجتماعي، سكيورتي سوسيال بيسموه أو السوشيال سكيورتي، في عندهم النظام مخصصات البطالة، في السكن مجاني، التعليم مجاني، الصحة مجانية، بغض النظر عن إنتاجك. So في الميكست ايكونومي بنقول government involvement is deemed essential، تدخل الحكومة أساسي. ليش؟ عشان تغطي فشل السوق. في أحيانا كثيرة يفشل السوق في اللي بيسموه الرأسماليين هنا السيلف رايتنينج سيستم. هذا السيلف رايتنينج سيستم في حالات كثيرة بيفشل في تحديد الأسعار المناسبة، في تلبية احتياجات فئات معينة، في توفير خدمات أساسية زي خدمات التعليم والصحة، وبالتالي يجب أن تتدخل الدولة. طبعا في حاجة اسمها الترانزيشن ايكونوميز، اللي هي الدول الاقتصاد الانتقالي من الاقتصاد الشيوعي لاقتصاد الرأسمالي، اللي طلعت من أوروبا الشرقية من هيمنة الاتحاد السوفيتي باتجاه الرأسمالية، زي هولندا، زي باردون، زي هنغاريا، هولندا، روسيا، رومانيا، تشيكوسلوفاكيا والدول هاي. نيجي لحاجة مهمة، ها، ما هي
مساوئ اقتصاد السوق، سواء كان اقتصاد سوق حر أو اقتصاد سوق رأس مالي. من أهم مساوئ اقتصاد السوق اللي هو demerit goods, things that are bad for people such as drugs will be over provided, driven by high price and thus a high profit motivation. السلع الرديئة زي الكحول والمخدرات يتم عرضها بشكل غزير. ليش؟ لأنه في ربح أو حافز الربح. الشركات اللي بتسعى للربح بدون قيم بتزيد إنتاج السلع اللي بتحققها ربح بغض النظر عن فائدة المجتمع. وأكثر حالة بتحقق ربح خاصة في المجتمعات الغربية الكحول والمخدرات. في المقابل لحاجات اللي احنا بنسميها المريت جودز، السلع الجيدة زي خدمات التعليم والصحة، ما بتجيبش ربح كتير، عشان هيك شركات القطاع الخاص بتبتعد عنها. مين اللي لازم يتحمل؟ الحكومة لازم توفر التعليم والصحة، عشان هيك احنا بنقول تدخل الحكومة ضروري، لأن لو سبت حرية الإنتاج أكيد الشركات القطاع الخاص هتنتج السلع اللي بتحقق ربح أكثر بغض النظر عن مصلحة المجتمع. من الذي يهتم هنا بمصلحة المجتمع؟ الحكومة، والحكومة فقط. أيضا بالإضافة إلى ما سبق من أهم عيوب النظام الرأسمالي، resources may be used up too quickly and the environment may be damaged by pollution as a firm seek to make high profits and to minimize cost. في النظام الرأسمالي إذا تركنا الشركات تستهلك الموارد زي ما هي، حنلاقي فيه استنزاف للموارد وقد يؤدي إلى تلوث. ليش؟ لو أنا بدي أفترض شركة زراعية بدها تزرع، عشان تربح إذا الأسعار عالية بتستنزف الخزان الجوفي، فيش حد بحسبها على الخزان الجوفي. في المقابل هي أضرت بهذا الخزان اللي مفروض فرصة لكل الأجيال. مصنع بحقق ربح كتير، حيزود إنتاجه ويشتغل 24 ساعة، لكن في المقابل هيعمل ليش؟ هيعمل تلوث في البيئة، تلوث في المنطقة. وبالتالي من عيوب الاقتصاد الخاص إنه براعيش اهتمامات البيئة، براعيش التلوث، عشان هيك بدأت الدولة تتدخل في كثير من الدول من أجل الحفاظ على البيئة ووضع قيود على النشاط الرأسمالي. بعض أعضاء المجتمع some members of society will not be able to look after themselves such as orphans, the sick and the long term unemployed and will not survive. بعض أعضاء المجتمع اللي احنا بنسميهم المجموعات الهشة في المجتمع زي اليتامى، الأرامل، المرضى، الفقراء، اللي عندهم بطالة طويلة مش هيقدر يتلفت حواليهم ولا يقدر وراهم ولا يقدر يعيش. ليش؟ لأنه نظام التوزيع في النظام الرأسمالي ليس حسب الحاجة ولكن حسب العمل، واللي ما بيقدر يعمل ما بيقدرش يوكل. عشان هيك يجب أن تتدخل الدولة لحماية هؤلاء الفئات المهمشة. أخيرا من عيوب النظام الرأسمالي أن large firms may grow and dominate industries leading to high prices, a loss of efficiency and excessive power. الشركات الكبيرة تنمو بسرعة، بتهيمن على السوق، وممكن تحتكر وتفترض الأسعار اللي بدها إياها، لأن الشركات الصغيرة بتقدرش تنافس، لأن الشركات الكبرى تستفيد من حاجة اسمها الإيكونومي أوف سكيل أو السكيلز إيكونومي. واضح؟ نيجي لعيوب النظام الاقتصاد المخطط. طبعا في الاقتصاد المخطط توتال برودكشن انفستمنت تريد اند كونسومشن ايفن ان سمول ايكونومي ار تو كومبليكيتد تو بلان افيشنتلي اند ذير ويل بي ميس الوكيشن اوف ريسورسز شورتج اند سيربلس. في من اهم عيوب الاقتصاد المخطط انه الانتاج الكلي، الاستثمار، التجاره، الاستهلاك، حتى في اقتصاد مخطط صغير صعب انه اخطط بكفاءة، لانه حيكون مس الوكيشن في الموارد
سوء استخدام في الموارد. طيب في النظام المركز ايضا، لانه في there is no price system، فيش نظام تسعير، لانه قلنا الموارد ملكيه الدوله، فالدوله هي الحكم وهي المستهلك، بتصير تستهلك الموارد دون حسيب او رقيب، وبالتالي مش حيكون هناك استخدام امثل للموارد لانها بتدفعش ثمن هذه الموارد. طبعا incentives tend to be distorted. Workers with guaranteed employment and managers who gain no share of profits are difficult to motivate. Output and or quality will suffer. هنا غياب نظام الحوافز، سواء كان عند العاملين أو المدراء، صعب إنك تخليه عنده حوافز قوية للإنتاج، وهيك جودة الإنتاج حتعاني، لأنه أي إنسان لا يعمل بدون حوافز مش هيعمل على تطوير نفسه ولا زيادة إنتاجية. The dominance of the government may lead to a loss of personal liberty and the freedom of choice. سيطرة أو هيمنة الدولة سوف يقود إلى فقد الحرية الشخصية وحرية الخيار في ماذا ننتج. الدولة بتنتج حسب قرارها مش حسب الحاجة. أيضا الـ governments may not share the same aims as the majority of population and yet by power may implement plans that are not popular or are even corrupt. الدولة في هذا المجال ما بتشاركش نفس الأهداف تبعت المجتمع، عشان هيك ممكن تفرض عليهم إنتاج بدهمش إياه حتى لو بالقوة، وهذا سبب كافي للفساد. نيجي لحاجة مهمة، وهنا في عندكم واجب عشان تجاوبوا عليها، للبوزيتيف والنورماتيف ايكونومكس. البوزيتيف ستيتمنت كابابل اوف بينج فيريفايد اور ريفيوتد باي ريسورتنج تو افاكت اور فاذر انفستيجيشن. الاقتصاد الموضوعي ممكن التحقق منه بالرجوع الى استقصاء او بحث اكثر، بينما النورماتيف ستيتمنت الاقتصاد المعياري كونتين فاليو، يعني بيحتوي على قيم صعب اني اتحقق منها من خلال قوانين او ابحاث لاحقة. الامثله هاي لامثله للاقتصاد الموضوعي والمعياري بتقدروا تقرؤوها، لكن احنا بدنا نركز على انه البوزيتيف ستيتمنت له خصائص. statement free from speculation and hinting هي جملة لا تحتمل التخمين أو التحذير. based on facts that can be proved or disproved مبنية على حقائق ممكن إثباتها أو نفيها. no way means good but rather that there is no value judgment involved. فش يعني حكم مبني على قيم. Example: estimate a statement saying there are very few repeat offenders among those who have been executed. هذه تعتبر اقتصاد معيار، أي اقتصاد موضوعي آسف. نيجي لل normative statements، الاقتصاد المعياري based on norms مبني على القيم. هي النورمز مش القيم، يعني في نورمز الفاليوز، لكن النورمز هي تعريف. Norm is an implicit or explicit behavior، سلوك ضمني أو ظاهري arising from genuine the traditions، جاي من العادات and ethics وأخلاقيات المجتمع laid down within the framework of society. Statements are subjective arguable، يعني قابلة للنقاش للجدل and biased، فيها تحيز لرأي لفكر لمجموعة. They cannot be proved or disapproved. لا بنقدر نثبتها ولا بنقدر ننفيها، لأنها تعتمد على وجهات نظر قد تكون مختلفة. تمام؟ نيجي في نهاية الشابتر لحاجة اسمها سيتراس باريباس، اللي هو عند البحث في العلاقة الاقتصادية بين عدة متغيرات وأثرهم على متغير تابع، لازم أثبت المتغيرات الأخرى عشان أفهم علاقة متغير مستقل بمتغير تابع. بمثلا
لو جيت أنا أوضح العلاقة ما بين، أنا بدي أجيب لكم أمثلة بعيدة عن الكتاب أسهل، لو بدي أوضح العلاقة ما بين الدخل والاستهلاك، بجد إنه الاستهلاك بيتأثر بعوامل أخرى غير الدخل زي أسعار السلع، التوقعات، ذوق المستهلك. عشان أعرف إنه هذا الاستهلاك زاد أو نقص نتيجة الدخل، يجب أن أثبت أثر العوامل الأخرى، وهذا اللي بنعرفه إحنا بالسيترس باريباس. تمام؟ نيجي لأنواع علم الاقتصاد، المايكرو إيكونومكس والماكرو إيكونومكس. المايكرو إيكونومكس centers on the force working at the individuals such as individual firm and consumers. Focus on the needs, desires and buying habits of the individual consumer. بركز على الرغبات، العادات الشرائية لمين؟ للمستهلكين، زي سلوك المستهلك، زي الطلب، العرض، دالة الإنتاج، دالة التكاليف. ومثال على ذلك، لو في ارتفع سعر مدخلات الإنتاج، الشركة هاي كيف حتتصرف؟ أكيد شركة إكس حتتصرف غير عن شركة واي. شركة إكس ممكن تقلل إنتاجها، أو شركة واي ممكن تزود سعر المدخلات، أو شركة زد تبحث عن طريقة جديدة للإنتاج. لو سعر سلعة ارتفع، المستهلك إيش حيعمل؟ في مستهلك معاه مصاري مش هتفرق كتير، في لأ الكمية المطلوبة حتقل، وفي ربما ما يشتريهاش خالص ويبحث عن سلع بديلة. إذا كل واحد له سلوك مختلف عن الآخر، أنا بدرس كل واحد سلوكه المختلف. واسم اللعبة هان Supply, Demand and Market، الطلب والعرض والسوق. في الماكرو إيكونومكس، The sum of total of all micro parts، هو عبارة عن الاقتصاد الكلي. Looks at the aggregate sum total of individual market. The four main areas، المساحات الرئيسية للماكرو إيكونومكس هي الجروث، النمو اللي بيتعلق بالجي دي بي أو بالجي إن بي، الدخل القومي، والنمو الاقتصادي أو البرايس ليفل زي الانفليشن، التضخم، وكل هاي العناصر راح ندرسها في الفصل الثاني إن شاء الله، والليبر ماركت أو الانمبلويمنت، البطالة، وسوق العمل. وهذه من أهم مبادئ الاقتصاد الكلي، أو the balance in the foreign سيكتور بين الصادرات والواردات وسعر الصرف وما إلى آخره. طبعاً أمثلة كثيرة على الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. مثلاً في الماكرو إيكونومكس، firms reaction to increase demand for its product، ما هو ردود الشركة إذا زادت الطلب على منتجات؟ هل الشركة بدها تزيد إنتاجها والله تغلي سعرها مثلا ومع الحفاظ على نفس السعر؟ هذا سلوك بيختلف من شركة إلى أخرى. في الماكرو إيكونوميك، studying the effects of all firms in the economy due to a general increase in demand. أنا في الماكرو بدرس مش سلوك شركة، سلوك كل الشركات في الاقتصاد في حالة زيادة الطلب، وهذا اللي ما يعرف بأنه زيادة العرض الكلي. المايكرو ديسيجن اوف ا وركر تو ورك ليس ديو تو لوور ويج، في الاقتصاد الجزئي قرار العامل انه يشتغل اقل في حاله انخفاض الاجور. هنا في المايكرو، توتال اورز اوف ليبر، قديش الساعات، اند ان امبلويمنت اللي بدها تقل نتيجه انخفاض الاجور. وفي امثله كثيره تدرسوها، هذا المايكرو والماكرو موجوده معكم في السلايد، وهيك احنا بننهي محاضرتنا، وبنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.